بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام ارحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الثاني والعشرون الخاص بفتح الابكار الحقائق وهذه الاشواط الخاصة بالانتاج والمنتجين هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان وثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مع نجمة ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي من يقدم لنا نجمة على المركز الأول بينما المركز الثاني الوصول مع الضبي عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي من يقدم لنا انطلاقة الضبي والمركز الثالث احتلال محمد بن سهيل بن محمد المتفيج الاكتبي قادما على المركز الثالث والمركز الرابع مياسة راشد بن دناب بن فالح بن سيف الشامسي من يقدم لنا مياسة في هذه اللحظات وأيضا الوصول والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام على مستوى المركز الخامس نتابع من بدأت تتسلل من بدأت تتقدم مذيار حمود بن مبارك بن حمود المنصوري من يقدم لنا مذيار في هذه اللحظات وأيضا القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام الذاير سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي من يقدم لنا الداير في هذه اللحظات وأيضا هنالك الوصول مع انذار عبد الله بن سالم بن محمد الدرعي من يقدم لنا انذار وهنالك أيضا الوصول مع ابراج محمد بن حميد بن محمد الدرعي من يقدم لنا انطلاقة ابراج العودة للمقدمة العودة إلى الصدارة إلى التحديات الأولى نجمه على المركز الأول لسيد ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي من يقدم لنا نجمة وانطلقتها المميزة والمركز الثاني وصلت مذيار حمود بن مبارك بن حمود المنصوري من يقدم لنا مذيار القادمة على مستوى المركز الثاني المركز الثالث نتابع الوصول مع مياسة راشد بن دناب بن فالح بن سيف الشامسي من يقدم لنا مياسة في هذه اللحظات تحضر على المركز الثالث المركز الرابع الوصول مع ابراج محمد بن حميد بن محمد الدرعي من يقدم لنا انطلاقة ابراج وايضا الضبي حمدان بن سعيد بن خليفة بن عامر الدرعي من يقدم لنا انطلاقة الضبي. يا سلام بدأت التحديات وصلنا للكيلومتر الأخير والخطير كيلو التحديات كيلو الانطلاقات المميزة والصدارة والتحدي مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك مع المركز الأول ومع صدارة الشوط مع مذيار حمود بن مبارك بن حمود المنصوري من يقدم لنا مذيار وأيضا هنالك مياسة راشد بن دناب بن فالح بن سيف الشامسي من يقدم لنا مياسة وهنالك أيضا الضبي حمدان بن سعيد بن خليفة بن عامر الدرعي من يقدم لنا الضبي على المركز الثالث المركز الرابع الوصول مشاهدينا متابعي الكرام هنالك أيضا الوصول مع زاخر العود بن حمد العود العامري ولكن العودة للمقدمة العودة للصدارة مذيار مذيار حمود بن مبارك بن حمود المنصوري من يقدم لنا مذيار على المركز الأول على الصدارة ولكن من الجانب الأيمن شواهين سالم بن حمد بن عبد الله العفاري أول نداء لانطلاقة شواهين تنطلق بهذا الأداء الكبير سالم بن حمد بن عبد الله العفاري أبناء الوقن هنالك ينتظرون هذا الناموس سلام مصارع الجنوب سلام سالم بن حمد بن عبد الله العفاري ثاني والناموس المركز الثاني جمانة سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرع والمركز الثالث وصلت الضبي لسيد حمدان بن سعيد بن خليفة بن عامر الدرعي والمركز الرابع مذيار لسيد حمود بن مبارك بن حمود المنصوري والمركز الخامس وصلت هنالك على المركز الخامس الوارية أحمد الخزع بالهركي العامري هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط نعود بالتوقيت الزمني تهانينا والناموس شواهين سيد سالم بن حمد بن عبد الله العفاري
4:21 جزئي من الثانية، بينما المركز الثاني كان الحضور على ثاني التحديات. وصلت جمالة سلطان بن سالم السيف الدرعي 4:22. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والجزئين من الثانية ثلاثة أجزاء من الثانية بين المركز الثالث كان الحضور مع انطلاقة الظبي حمدان بن سعيد بن خير بن عامر الدرعي 4:22 ثلاثة أجزاء من الثاني. والمركز الرابع وصلت شواهين مذيار حمود بن مبارك بن حمود المنصوري 4:22 و8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.